يعطيكم العافية. طبعا هاي أول محاضرة من محاضرات التصميم المنطقة الرقمي في برنامج السيركت ميكر. طبعا برنامج السيركت ميكر يستخدم لتصميم الدارات الكهربائية والبوابات المنطقية. طبعا طريقة تحميل هذا البرنامج سهلة جدا، بتروح على جوجل تكتب سيركت ميكر 2000 وبنعمل داونلود وبنزل عندي تلقائي زي أي تنزيل برنامج، او بامكان اضع رابط تحميل البرنامج اسفل الفيديو. طبعا لما حملوه حنزل عندي ملفين، في عندي سي ام 2000 وفي عندي السيريال. بضغط على سي ام 2000، بروح على ملف اسمه سيتي اب دوت اكس اي، بضغط عليه. طبعا تطلع لي الواجهه، بقول له نعم. حينزل من هنا بس انستول، حفتح لي الواجهه، بنحط عليها نيكست. طبعا هاي مثلا اتفاقيه او سياسه البرنامج، يعني بامكانك انك تتجاهلها. بنحط يس. طبعا هنا بقول لي ادخل اسم او ادخل اسمك واسم الشركة. طبعا ما بش يعني انت تجاهل الاشي هذا، وحط نيكست ما تعبيه. هنا عاد بقول لي بطلب هنا سيريال للبرنامج. طبعا السيريال تبع البرنامج موجود في الملف هذا، سيريال سيريال تي اكس دوت اكس دوت اكس تي. بروح هنا على البرنامج وبس مثلا انقل هاي 5 AXXWCDGQYBAC92N وبحط عندي هنا next. طبعا هنا بقول له مكان حفظ البرنامج، طبعا خليه هو by default على السي، بحط next. طبعا هنا بنخليها typical، بحط كمان next، وهنا بنحط next، وهنا كمان بنحط next، وبيبدأ الجهاز يحمل. طبعا بعد ما يحمل راح تلاقي البرنامج متنصب عندك، لكن مش موجود على سطح المكتب. عشان اخليه موجود على سطح المكتب يمكنك تروح على البحث، اذا كنت في ويندوز 7 او ويندوز 10 بتروح على البحث، لو كنت في ويندوز 8 نفس الطريقة اللي انا رحت عليها. هنا بتكتب هنا سيركت ميكر، هاي البرنامج، نحط فتح موقع الملف، بتعمل كوبي للبرنامج نسخ وبتحطه لصق على سطح المكتب. طبعا انا عشان موجود عندي ما هي عملت له استبدال، فاستبدل لي اياه وحط لي هنا. هلا باجي بفتح البرنامج، يعني بعمل اوبن دبل كليك عليه وراح يفتح بالشكل هذا. حيكون عندي هنا منيو، في عندي مشروعية خصائص، في عندي هذا الورك سبيس مساحة العمل انا حشتغل عليها، وفي عندي هنا بوابتين، في عندي براوز في عندي سيرش. هلا البراوز بتلاقي تحت هنا في عندي مجموعة من الكاتيجوري او مجموعة من التصنيفات الخاصة بالعناصر الكهربائية والعناصر الالكترونية. طبعا انت مش شرط تكون عارفهم، طبعا اعتقد ان الواجهة هاي يعني صعب انك تفهمها، لكن اسهل اشي انك تروح على بوابة السيرش، واي كومبوننت انت بدك اياه بتبحث عنه في النيم. وراح نتعلم في هذا الدرس كيف انا ابحث وايش هما الاشياء اللي انا مطلوبة مني في هذا الدرس. طبعا قبل ما نبدا في شرح البرنامج بدنا نحكي عن الاند والاور والنوت والاكس اور. هلا انا في عندي بوابه اسمها بوابه الاند. هلا بوابه الاند هاي بتكون عندي، لما تكون عندي الحاله الاولى حيكون في عندي سويتشين، السويتش الاول 0 والسويتش الثاني 0، حتكون النتيجه ايش؟ 0. طب هنا حطيت مثلا هنا 0 وهنا 1 وهنا 1 0 واحد واحد، هم الاحتمالات تعون الاند. لكن لما يكون عندي صفر صفر اند صفر بكون صفر، صفر اند واحد صفر، واحد اند صفر بيكون صفر، واحد اند واحد بيكون واحد. يعني في حالة لما تكون عندي اللي هي واحد وواحد بتكون بس هي ايش؟ الموجودة واحد. اما اذا كان يعني هنا صفر وصفر صفر، واحد واحد صفر، بيكون كله صفر. يعني في الاند لازم يكون الشرطين او السويتشين متحققين، يعني معملين عملية إغلاق لإلهم، يعني هنا واحد واحد واحد. في عندي بوابة تانية وهي بوابة الأور. هاي بوابة الأور نفس الشغلة بنعمل هنا، هاي صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد. هلا بقولك هنا لأ، في الأور بما إنه تحقق سويتش واحد أو شرط واحد من الشرطين، فالكونديشن أو الشرط هذا متحقق. يعني هنا صفر صفر صفر، صفر واحد واحد، واحد وصفر واحد، واحد وواحد واحد. يعني بس في حالة الصفر وصفر الأور مش راح تضوي، بس في حالة انه لو سويتش واحد مفتوح تمام راح تضوي الأور. طيب في عندي هنا الإكس أور، نيجي نعمل هنا هاي بوابة الإكس أور. بوابة الإكس أور بقول لك هاي صفر وصفر، صفر وواحد،
واحد وصفر واحد وواحد. هلا في ايش الحالة اللي بيكون ضوئي فيها؟ بس في حالة انه يكونوا تنين مختلفين، يعني صفر واحد واحد صفر، هذا واحد واحد. طب في الحالتين تبع المتشافين بتكون واحد صفر وصفر. في عندي بوابة النات، طبعا هذا المفروض ان انت يعني تكون فاهمهم يعني من ايام سنة اولى. في حالة الصفر بتصير واحد، في حالة الواحد بتصير صفر، وهكذا. هاي في عندي اربع بوابات منطقية. في عندي كمان بوابتين اللي هي الناند، في عندي هنا الناند، وفي عندي النور. هلا الناند عكس النور، يعني بيكون في عندي هنا صفر صفر صفر، واحد واحد صفر، وفي عندي هنا واحد واحد. هلا في حالة الان كان صفر 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 واحد، لكن هنا بكون واحد 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 صفر عكسها. النور نفس الشغلة، في عندي صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد، بكون عندي صفر 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 واحد. تمام. لا هنا بتكون واحد، عفوا هنا هي بتكون واحد، وهنا كله صفار بالشكل هذا. تمام، بس هم هدول البوابتين بدك تكون يعني عارفهم. طبعا الاند الرسمة تاعتها بتكون بالشكل هذا، حرف الدي وفي له انبوتين. عندي الاور بتكون بالشكل هذا، عاملة زي هيك. تمام، بيكون في عندي هنا بوابة واحدة. في عندي هنا اللي هي الاكس اور بتكون عاملة زي هيك، يعني بيكون مرتين، ونفس الشكل هي ايش ال نفس شكل الاور، بس لكن انه في وراها خط، وهنا طبعا بيطلع عندي الاوتبوت. النوت بتكون بالشكل هذا، يعني بتكون عاملة زي هيك، يعني لو كان عندي هنا هاي الانبوت واحد بيطلع هنا صفر. طبعا الناند الشكل تبعها بتكون نفس الاند، يعني معمولة بالشكل هذا، وفي طالع منها هنا ايش عاملة زي النقطة، يعني زي دائرة زي النوت. وهنا الاور نفس الشغلة، يعني بالشكل هذا هيك عاملة، وفي عند هنا اللي هي زي النفي. تمام، هذه طبعا هي للناند والاو والاكسو والنوت والناند والاو. طبعا لقيت نيجي على البرنامج ونتعرف عليه ونشوف كيف ايش الكومبوننت اللي هي موجودة فيها والان راح استخدمها. طبعا حكينا قائمة البراوز هنا، ما كتير راح تفيدني او هي هتكون كتير يعني متعبة لك، لانه انت مش عارف شو الكاتيجوري تاعتها او ايش الكومبوننت الموجوده في كل كاتيجوري. فالافضل انك تروح على السيرش وتكتب هنا الاسم الكومبوننت اللي انت بتبحث عنه. طبعا انا على سبيل المثال بدي ابحث عن الاند، بكتب اند يا بدعس فايند يا بدعس على زيفل انتر، فهنا بيقترح لي مجموعه من الكومبوننت اللي انا او المتعلقه بالاند. فبضغط بس على اي وحده ممكن الاقي انه هذه بس اند بس فيها 3 انبوت، لك انا بدي 2 انبوت لها بالشكل هذا. هلا ممكن انا ادعس عليها دبل كليك، تمام، يعني ضغطتين وبيجي تطلع عندي هنا في الورك سبيس الموجودة في الشاشة البيضاء. طبعا عشان انا الغي الاختيار هذا، في زر الكيبورد في عندي زر اسكيب بضغط عليه. طبعا هذا الموجود في اقصى يعني هنا بيطلع على الشمال، اول زر على الشمال من فوق هو يعني اول واحد جنب الاف واحد، في عندي زر اسكيب هو اللي بيعمل يعني بيهمل او بلغي العملية هاي. طبعا ممكن كمان ادعس على بليس بجيب لي الكومبوننت هذا عشان الغي نفس الشغله بدعس اسكيب. ممكن نعمل هنا نجيبه هي بليس وبحطه وين مكان انا بدي في الورك سبيس تبعتي، حطيته انا هنا، خلصنا دعسنا عليه. قلت انا كيف احدد؟ بحدد وبدعس بس ضغط على زر اليمين وبسحب كده، انا حددت هذا العنصر. هلا كيف انا بدي احذفه؟ بدعس هنا كليك يمين، كليك يمين على العنصر. في عندي مجموعه من الشغلات، في هنا بقول لي الديفايس بروبرتيز يعني الخصائص تبعته، لو فتحت عليها بقول لي هاي انه الديفايس اللي هو اسمه 400481. انت ممكن كمان تغير اسمه مثلا تخليه اند زي ما انت بدك وتحطه اوكي. لما تبحث عنه هاي اند المفروض هو ما غير لي، بس سمى لي ليبل ما جاب لي هي اسمه، مش مشكلة. اعتقد انه هو نعمل هنا فيزابل مسموح، اوكي. اعتقد هنا اللي هو سمى لي اياه هنا اند من فوق، لكن احنا ما بدنا اياه نسميه اند، خلينا ما بدنا اياه يكون خلاص.
نعمل هنا ريسيت او هنا ديفولت. اوكي طبعا ما حد يلعب في الخصائص هاي لانه احنا ما بدنا نلعب فيها او ما بدنا نخرب. على العموم يعني احنا بنخليها هنا اوكي، نحط اوكي هنا وخلصنا من هذا الموضوع. هلا انا عشان عرفنا كيف اللي هو نعمل نشوف الخصائص تبعته، في عندي طبعا هنا موف، موف انك تحركه، تقدر تحركه من وين بدك، تحطه وين بدك. هنا حطيناه هنا. في عندي كمان هنا ديليت ايتم يعني بتحذفه. في عندي دبليكيشن، دبليكيشن تعمل منه نسخة، ها ضلك تعمل دبليكيشن بتعمل منه نسخة، بدل ما تقعد تبحث بتعمل منه نسخة. تمام. هلا كيف تتراجع؟ بقول له كنترول زد، كنترول زد لو انا بديش اياه. طبعا هنا بدنا نحذفه، اذا نحذف هذا ديليت ايتم بس انا بكتفي بواحد. هلا عرفنا كيف نعمل موف، عرفنا كيف نجيب الخصائص تبعت الكومبوننت هاي، وكيف نعمل له دبليكيشن، كيف نحذفه. تمام. طيب حاليا تعرفنا على اللي هي الاند. هلا نيجي ناخد الاور، بعمل اور بعمل فايند. طبعا حلاقي عندي مجموعه كبيره، طبعا احسن ما انت الشكل اللي انت شفته هان، هي الاور شكلها بالشكل هذا، فبنجيبه نفس الشكل الموجود هنا اللي هو هاي، بدعس بليس وبحطه هنا. تمام. نفس الشغلة انا في عندي كمان نكتب مثلا اللي هي الاكس اور، بكتب اكس اور بعمل فايند. طبعا الاكس اور بالشكل هذا هي اول واحد، بعمل بليس وبحطه هنا. طبعا بنيجي هنا كمان في عندي هنا الناند، بكتب ناند وطلع الاول واحد بقول له بليس. في عندي هنا النو، هنا النور، وبختار هنا هي النور وبحطه هنا. وفي عندي هنا كمان اللي هي النط، بس لو كتبت نط مش راح يطلع لي نط. ايش اسمها؟ اسمها انفنتور، انفنتور. تمام. طبعا انفنتور كتبناها غلط، انفنتور برضو غلط، انفنتور. اوكي، او هي الرقم تبعها 7401 404 اللي هي بالشكل هذا، اعتقد هي اسمها انفنتور. نعمل بليس ونضيفه. عشان تجيب الاسم تبعها بتقول دبل كليك ديفايس بروبرتيز، اسمها انفيرتر مش انفيرت انفنتور، اسف، اسمها ايش؟ انفنتور، انفنتور، انفيرتر. يا الله برضو انفيرتر برضو بغلط فيها. اوكي انفيرتر هي، واختاره هنا وحط بليس بالشكل هذا. يعني انت ممكن كمان يعني تكتب الرقم تبعها لو انت حافظ مثلا اسمها، هي رقم 7404. وبختاره او بنكتب اسمها ما بتختلف. المهم هاي هنا عندي ايش البوابات الموجودة انا عندي، هي الاند الاور الناند الاكس اور والنور والنات. طبعا في عندي كمان لو انا بدي اجيب السويتش، سويتش اللي هي المفتاح، بكتب بس هنا لوجيك سويتش، لوجيك سويتش هاي بعمل بليس وبضيفه هاي بالشكل هذا، هو لوجيك بليس لوجيك سويتش. وفي عندي هنا لوجيك ديسبلاي اللي هو العامل زي الليد، بقول له بليس والشكل هذا. هلا هدول العناصر اللي انا يعني حنشرحهم في الدرس هذا، يعني بسيطة جدا وما في اي تعقيدات فيهم. طيب لو جينا نعمل هنا ضارة بسيطة اللي هي نعمل علاقة الاند، يعني بدي ادخل له 2 انبوت ويطلع لي 1 اوتبوت، عشان نفحص هنا القيم اللي انا دخلتهم، ادخل له 0 و0 يطلع لي هنا 0، يعني 0 مش حيضوي 1 حيضوي. تمام. طيب نيجي بس ناخذ هذول نعمل لهم موف ونحطهم في المنطقه هنا بعيده كتير. طيب طبعا هنا بنيجي نجيب هذه ونحطه هنا، ونجيب الاند ونحطها هنا. تمام. ونجيب اللمبة او الضوء ونحجبه هنا. هلا كيف انا بدي اعمل سلك بين السويتش هذا مع الاند؟ في عندي هنا في قائمة التولز في عندي هنا البلس، الضوء بلس معناتها الواير. تمام. اللي هي ايش؟ الواير اللي هي السلك. فلو انتم شايفين انه في ظهر عندي هنا زي مربع احمر، بضغط عليه وبضلني اسحب لعند لما تظهر عندي المنطقة او المربع الاحمر على الكومبوننت الثاني او الكومبوننت الاند، فبفلت فعمل لي انه ايش وصله بيناتهم. ونفس الشغله بعمل بين الاوتبوت تبع الاند مع الضوء بالشكل هذا. هلا بلزمني كمان السويتش، ممكن اعمله هنا انسخ هذا هيك احدده واقول له كنترول سي كنترول في واحطه هنا. ممكن كمان اعمله هيك تحريك شوي
وهذا حذفه بالمنطقة هاي، وطبعا السلك هذا نعمل له ديليت، ونيجي نعمل هنا ونشبكه هنا، ونجيب هذا ونشبكه هنا، وهذه نشبكها مع هاي، ونحذف المنطقة هذه. هلا كيف انا بدي اشغلها؟ طبعا في عندي حاجة اسمها سيميوليشن مقطوطة على الانالوج، لا انا بستخدم ايش؟ الديجيتال مود. الديجيتال مود اللي هي بتتعامل مع الصفر والواحد، فبختار اللي هي او اللي هي الديجيتال اللي هي الرسمة اللي بتكون بالشكل هذا، يعني هي هذا بنسميها الديجيتال، يعني بتكون بالشكل هذا، هذه هي الديجيتال، فانا بتعامل معها. اجد كيف انا بشغلها؟ في عندي هنا اللي هي عندي بلاي، لو جينا هنا على الزر هذا في عندي هنا بلاي بضغط عليه او رن، اجد ايش باجي بسوي؟ اجد السويتشين 0 0، هلا باجي بوصله تمام ما ضبط، ليش؟ لانه علاقة الان لازم يكون التنين متحققين، فبضغط كمان مرة على الثاني فضوال الضوء. لو انتم ملاحظين هنا قلت لك لما يكون في حالة 1 1 بكون 1، يعني لما يكون المفتاح هنا مفتوح، لو جي بس نجي نعمل زوم، هاي هنا زوم تمام، ونعمل هنا بعدين ارو. هلا هنا في الحالة هاي لقيتها ايش؟ طفيتهم التنتين ما ضبط الضوء، بضويهم ضبط الضوء تمام. طب طفيت واحدة تمام مش هتضوي، طفيت التنتين مش هتضوي، ضويت التانية والاولى ما مطفية، فالضوء فاللمبة هاي مش هتضوي. فعلاقة الان لازم يكون التنين السويتشين هدول عاملين اوبن تمام، هيك تنتين كلوز، ممنوع يكون واحدة منهم كلوز، لكن لازم تنتين يكونوا اوبن بالشكل هذا تمام. طيب نيجي نعمل هنا زوم اوت بالشكل هذا، ونيجي قلت ناخد علاقة الاور، بنيجي نسحب الاور هنا، هاي الاور عندي بالشكل هذا، ونيجي نحطها هنا. هلا باجي بنسخ هدول التنتين كوبي بيست بحطهم هنا، وباجي هذا اعملها موف بحطها هنا، وباجي بعمل اللمبة بقول له هاي كوبي هاي بيست تمام. بنيجي بعمل هنا سلك، بمسك هنا لما يظهر عند الاحمر عند الطرف تبع السويتش، وبوصله مع الاور، والتاني هان بوصله مع الاور، والاوت تبع الاور بوصله مع الليد او اللمبة الموجودة عندي. بنيجي نعمل هنا ون، ونيجي نجرب نعمل هنا زوم، وهلا بنيجي هنا نرفع شوي، ونيجي هلا التنتين ايش عندي؟ اوبن اوبن تمام، بطفيهم تنتين تنتين صاروا مطفيات. لكن جيت هنا بقول لك هنا في قواعد الاور، اذا كان اي سويتش مفتوح اوبن راح تضوي عندي ايش؟ اللمبه. طيب هلا انا عندي هنا الاثنين السويتشين مغلقين مش مفتوحين، لكن لو انا خليت هذا مفتوح وهذا مغلق ضوت اللمبة، طب التنين مفتوحين ضوت اللمبة تمام، لكن لو في حالة الدون مسكرين مش راح تضوي اللمبة تمام. اعتقد انه الاور وضحت كتير. طبعا نيجي نعمل هنا كمان زوم اوت، ونجيب علاقة الاكس اور، نيجي نجيب هاي الاكس اور نجيبها هنا، وننسخ هاي ننسخها بالشكل هذا، او ننسخ هدول هيك تنتين مع بعض كوبي بيست، واشبك هذه مع هذه بالشكل هذا، واجي اعمل هذا هي كوبي بيست، واشبك الاوتبوت تبع اللمبه او الاوتبوت تبع الاكس اور مع السلك تبع اللمبه. طبعا لو جينا نعمل ان، ونيجي نعمل هنا زوم اوكي، ونيجي نعمل هنا ارو. هلا هنا بقول لك هنا في حالة الاكس اور لازم يكون التنين مختلفين، يعني واحد مغلق وواحد مفتوح، يعني لا يكون التنين مفتوحين ولا يكون التنين مغلقين تمام. طيب هلا هنا نيجي هذا التنتين ايش؟ مغلقين. طب لو حطينا التنين مفتوحين ما ضبطش، لكن على الاقل واحد مفتوح وواحد مغلق، هي هذا هذا مغلق وهذا مفتوح، طب هذا اغلقناه وهذا فتحناه فضوت اللمبة تمام. هذه هي علاقة الاكس اور. طبعا نيجي هنا ناخذ كمان الناند، لو جينا ناخذ هنا الناند، هاي الناند هنا نسحبها ونحطه هنا جنب الاند، ونيجي نشبك اللمبه هاي نعمل كوبي بيست ونشبكها هنا، ونجيب هنا السويتشين ونضعهم هنا نربطهم مع الناند. هلا الناند زي ما حكينا انه لو طلع الاوتبوت واحد فراح تنفي لي اياه، لو طلع الاوتبوت زيرو راح تنفي لي اياه واحد
زي ما شفنا هنا، انه هي بتكون عكسها، انه 0 0 بتكون 1، 0 1 بتكون 1، 1 0 بتكون 1، لكن 1 1 بتكون 0، عكسها تماما. طيب نيجي نعمل هاي هون، لقيت انت 0 0 تمام، فطلعت الصفر. اوكي هل عندي هنا، هي عندي هنا صفر، هي في عندي هنا ايش؟ اوكي تنين مفتوحين. هلا تنتين ايش؟ مغلقين، تنتين يعني مغلق، عفوا هي مفتوح، ما بعرف انه الحفلة اللي موجودة عندنا سطلتني. هلا هنا التنتين هذه ايش؟ هذه ايش؟ مش مغلقة، مفتوحة ومفتوحة، فضبط لي. هاي لو جينا هنا، هاي مفتوح ومفتوح، اطلع عندي ايش؟ مضوي. طب لو انا خليت واحد، لو خليت هنا، لقيت هنا واحد مفتوح وواحد مغلق، هذا ايش؟ مغلق وهذا مفتوح، فضلت الضاوية، لكن التنتين مغلقين فمش راح تضوي اللمبة. تمام؟ اوكي. طبعا هذه بالنسبة للناند، يعني هي عكس الاند، عكس الاند. الاند كانوا 3 أصفار وواحد، وهنا حيكون هنا 3 وحدات وصفر. طيب نيجي ناخذ هنا انه النور، بمسك هنا النور، طبعا لازم اطفي هذا، وبمسك بسحب النور بحطه هنا، وبمسك بحطه هنا. هلا باجي بمسك هدول هيك، هنا هي كوبي، او هنا اي كوبي بيست، كنترول سي كنترول في، وبشبكهم هنا، وباجي بمسك هاي كنترول سي كنترول في وبحطها هنا. هلا انه حكينا هي في حالة واحدة ما بتكونش متحققة، اللي هي في حالة الزيرو زيرو. قلت في حالة الزيرو زيرو في النو بتكون متحققة، لكن في حالة الزيرو وان وان زيرو وان وان بتكون غير متحققة. طيب نيجي تعال نجرب هنا، طبعا نطفيهم ونعمل هنا وان. طبعا هي قد زيرو زيرو صارت واحد، هاي زيرو زيرو واحد، او طب لاحظ هاي زيرو زيرو واحد. طب لو خلينا زيرو واحد ايش حيطلع لي؟ هاي هنا بنيجي هنا، هاي خلينا هنا ايش؟ زيرو واحد ايش؟ طفت. طب واحد وواحد برضه حتطفي. تمام فهمنا كيف هذه اللي هي النور. طبعا في عندي كمان اكس نور، او هنا النكسر، او هي العكس تاعت الاكس نور، نفس الشغلة بكون إلها، طبعا نفس الفكرة، طبعا احنا ما جربناها. لو جينا نبحث عنها هنا ال ان اكس اور، طبعا ما في حاجة اسمها اكس ان اكس اور، ما اعتقد انه في موجود. تمام نيجي اخر اشي، وهي اللي هي النت. النت بياخدها انبوت واحد وبطلع اوتبوت واحد، يعني باخد سويتش واحد، هي كوبي هي بيست، او عفوا هنا هي باجي بمسك هنا اي كوبي بيست، وبشبكه مع الانبوت تبع النت، وباجي باخد هاي كوبي بيست وبشبكه هنا. طبعا هذا ايش عندي هنا؟ هي بسكرها، بتكون هنا ايش؟ فيش زيرو، الفولت عندي زيرو. تمام طبعا هنا اوكي، بعمل هنا بلاي او وان. هلا زيرو خلت ليها وان، لكن لو خليت وان خلت ليها زيرو، يعني ما ضبط الليد. تمام هاد هم البوابات المنطقية، يعني اللي انت مطلوب منك تكون عارفهم. طبعا في كمان، يعني طبعا هي دارات بسيطة جدا، لكن ممكن يكون في دارات معقدة، زي انه يكون في عندك لما يطلب معك انه يكون في عندك زي الدارة هاي تعملوا اياها. طبعا حنعملها في هذا الدرس، يعني يكون في عندي اكثر من بوابة في معادلة واحدة. طيب هلا انا لو انا بدي احط هنا تكست، كيف بدي احط تكست؟ هلا في عندي هنا اللي هي التولز، هاي بقول لك هنا تكست تول، بضغط هنا بحط بكتب هنا ايش؟ بي اي. تمام وبرجع هنا على اللي هي الارو وبسحبها وبحطها وين بدي. طب لو بدي اكبر الخط تبعها، بدعس اللي هي كليك يمين، في عندي الفونت، وبختار هنا طبعا الخط اللي بدي اياه، بختار غامق واقول اوكي، فكبرت لي اياه بالشكل هذا. عاد هنا بما انه عملت واحده، فبعمل كنترول سي كنترول في، كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول في، ونفس الشغله هنا ونفس الشغله هنا ونفس الشغله هنا ونفس الشغله هنا، وبرضه هنا نفس الشغلة. عاد هنا باجي هنا ايش؟ بقول له هنا ايش؟ برجع هنا على بمسك هنا التكست تول، بكتب هنا هاي بي، وهنا بحط بي، وبحط هنا ايش؟ بي، او بسميها يعني بديها رموز، يعني اسم المفتاح هذا، هاي عندي هنا بي. تمام بالشكل هذا انا عملت هاي الدائرة الكهربائية. عشان اعملهم بتنقال، بس برمل هنا ايش؟ بقول له موف، زي ما بدي انا بنقلهم، يعني بحطهم في المنطقة هاي. تمام
طبعا هنا ندخلها هنا ونظبطها. طيب قلت لو انا بدي اجي اعمل دائرة كهربائية او بوابة منطقية فيها اند اور. طيب في عندي هنا مجموعة من الاسئلة، يعني هنا عندي هنا 6 اسئلة، يعني انا هحل 3 وهدول حيكون عليك واجب. طيب عندي هنا ايه زائد، الزائد يعني اور، تمام. اجت هنا النقطة معناتها يعني الضرب معناتها اللي هي اند. اجت هنا بقول لي A or D dot C، طبعا هدول حيكونوا ايش داخل الجواز لو لويين مع بعض، وبعد كده ايش ال A مع ال or مع ال and. كيف انا بدي اعمل هاي البوابة؟ يعني في عندي A زائد D dot C not. طيب هلا بحدد انا كم، او بحدد السويتشات اللي عندي. هلا كم سويتش عندي؟ عندي A ودي وسي، يعني انا طبعا ممكن نخليها بي بلاش دي، هاي بي، هاي عندي A وبي وسي. طيب باجي هنا بعمل على التولز، طبعا احنا نسخناهم من فوق، بنسخ واحدة هيك كوبي بيست بحطها هنا. هلا ايش في عندي هنا؟ بسميها دي A، بعمل كمان واحدة هي هنا ايش، هاي للبي وهي للسي، وباجي بغير اسماهم، هاي A وهي B وهي C، تمام. هلا باجي بعمل هنا، بروح على السيرش بكتب هنا ديس او لوجيك سويتش، بدعس انتر، بعمل هنا بليس وبحطها هنا، بعمل كمان واحدة هاي بليس وبحطها هنا، وبعمل كمان واحدة وبحطها هنا. حلو كتير. هلا باجي برجع هنا تاني، اوكي ايش في عندي؟ في عندي نوت، في عندي اور، وفي عندي اند. فباجي بقول له هات لي اور، هاي في عندي هنا اور، باجي ببحث عن الاور، اوكي هاي الاور، هاي الاور، بقول له بليس حط لي هن اور. وش في عندي كمان؟ في عندي اند، فباجي بقول له هاي في عندي اند هنا، باجي بقول له بليس، لا عفوا اند فايند، واختار عندي هنا الاند اللي هي فيها كم انبوت، فيها انبوتين، بعمل بليس بحط هاي اند، طبعا ده انا اخذت ناند، فبدنا ناخذ الاند، اوكي هي الاند، بقول له بليس حط لي اند. طيب وفي عندي كمان، في عندي هنا اللي هي اللوجيك ديسبلاي اللي هي بتطلع لي النتيجه، بقول له بليس، وهي عندي اللمبه هنا. طيب هلا بقول لك هنا انه انا في عندي هنا جوس، الجوس هذا حيكون انه البي مع السي، تمام، يعني حاجه اطلع هنا سلك واير من البي واشبكه مع الاند. طيب هينا عملنا البي. طيب هلا بقول هنا لك هنا سي نوت، يعني سي عملها نفي بعدين بنشبك، اوكي يعني باش بقول له ايش بيلزمني هنا؟ بيلزمني انفيرتر، انفيرتر، باش بقول له هات لي الانفيرتر هنا واعمل بليس وحط لي اياه هنا واشبك لي السي، نشبك هنا السي مع الانفيرتر، والاوتبوت تبع الانفيرتر بشبكه مع الاند. فكده انا عملت ايش البوابه هاي، لو انت ملاحظ هاي بي، هاي البي شبكناها مع مين؟ مع الاند. طيب في عندي هنا سي، بس لكن السي فيها نوت، فانا السي عملت لها نوت وبعد كده شبكتها مع الاند. اوكي اجت النتيجه من هاي الاوتبوت تبع هذا بدي اشبكه مع الاور، فباجي بقول له هاي النتيجة بشبكه مع الاور، اوكي والاي بشبكه مع مين؟ مع الاور، والاوتبوت من الاور بشبكه مع الليد بالشكل هذا زي ما انتم ملاحظين، تمام. هذه هي ايش انا عملت الدائرة هاي بس من خلال المعادلة هاي. اول شيء حسب الاولوية للاقواس، في عندي القوس، في عندي هنا بي وسي، بي بطلع سلك بشبكه مع الاند، وفي عندي هنا البي بشبكه مع الاند، وفي عندي هنا السي لكن السي في لها نوت، بضيف النوت بعد الاوتبوت تبع النوت بشبكه مع الاند، النتيجة من الاند بشبكها مع مين؟ مع الاور، وبعد كده الاي اور النتيجة بتاعت الاند بشبكها، الاوت بتاعتهم بشبكها مع مين؟ مع الليد. طيب لو جينا نعمل هنا شغلناها، نيجي نعمل هنا زوم بالشكل هذا عشان نشوف الاوتبوت. لقيت حكينا انه هنا لقيت اللي هنا السي، طبعا هنا هي عندي هنا، طبعا هنا نرجع ارو، هلا عندي السي، لقيت ايش السي؟ زيرو، زيرو وعملتها نفي صارت واحد. طب هذا لو خليتها واحد راح يضوي، تمام. طب ليش وكيف؟ اوكي انا بحكي لك هنا، لقيت انا عندي هذه دخلت له هنا قديش؟ زيرو، هنا ايش حيطلع؟ حيطلع واحد. طيب هنا ايش دخلت له؟ واحد.
واحد اند واحد طلع عندي واحد. طيب حكينا وهذا قديش، هذا زيرو تمام. حكينا في علاقة الاور، بما انه احد السويتشات وان تمام فراح يضوي. طيب لكن قلت لو انا خليت هذه، لو خليت انا هاي طفيتها، وهذه كمان خليتها وان، يعني عندك هنا وان صارت زيرو، وين عندك زيرو 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 اند زيرو اطلع عندك زيرو، وهذه زيرو فمش راح تضوي. طيب لكن لو انا خليت لقيت هذه وان ضوت، كيف؟ اوكي انا بحكي لك كيف. هلا هذه زيرو وهذه وان، وان وان اور زيرو حيضوي تمام، يعني عملية بسيطة حسب القواعد اللي انا شرحتهم قبل شوي. طيب نيجي ناخد دائرة كهربائية تانية، يعني المعادلة هاي ناخد المعادلة هاي، اي نعمل كوبي هنا واضيفها في اللي هي التكست هنا، طبعا نطفي هاي ونضيف تكست هنا ونعمل له هيك تكبير ونحط له لصق. انا بدي اعمل المعادلة هاي وناخد هنا ال R ونسحبها ونحطها هنا. كيف انا بدي اعمل هاي؟ تمام. الا في عندي هنا ايش؟ في عندي A، في عندي A، في عندي B، في عندي C، يعني كم سويتش عندي؟ ثلاث سويتشات. بروح هنا على السيرش، هاي عندي السيرش، بقول له هات لي عندك هنا، في عندي هنا لوجيك سويتش، هاي في عندي بليس، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي لو كتير. طيب بس بنطفي هاي وضبناها. اوكي باجي اعمل له موف، بس اخليهم تحت بعض هنا بالشكل هذا تمام. باجي بعمل هنا هاي تكست، باجي بقول له عندي هنا A، في عندي هنا B، في عندي هنا C، وباجي بعمل R وبسحبهم وبظبطهم انا عندي هنا بالشكل هذا. وباخذ السي وبحطها هنا تمام. هلا ايش في عندي هنا؟ اوكي في عندي كم بوابة؟ في عندي بوابتين، هاي بوابة هنا اور، وفي عندي بوابة اور، وفي عندي بوابة نت، ثلاث بوابات تمام. فباجي بقول له اوكي بدك تجيب لي اور واور ونت، هاي في عندي هنا ايش؟ اور. باجي بقول له اوكي هاي الاور بجيب لك اياه من هنا، هاي بليز وحدة وهاي تنتين، وبس حاب احطهم هنا. ايش في عندي كمان؟ في عندي اند، هاي بقول له فايند واقول له هات لي ايش؟ هات لي الاند، هاي اند تمام. وايش في عندي؟ في عندي ايش؟ لوجيك، تكتب هنا لوجيك ديسبلاي، ديس بلاي، واقول له فايند واقول له بليس وبحط هنا اللي هي الليد. حلو كتير. طيب حاليا ايش باجي بقول له؟ اوكي قديش بكل الاي مع البي بعلاقة اور؟ باجي بمسك علاقة اور، هي ايش؟ هي اور. ايش بشبك؟ بجيب الواير بشبك الاوتبوت تبع السويتش مع الانبوت تبع الاور، هي الاي شبكتها. ضل اشبك مين؟ بشبك البي، هي البي شبكتها مع مين؟ مع الاور تمام. هلا الاوتبوت تبع الاور بشبكه مع مين؟ مع الانبوت تبع الاند. بمسك الاند، هي الاند عندي هنا، حلو تمام، وهنا بحط الليد. هلا باجي بقول له بدك تشبك لي الاوتبوت تبع الاور مع الانبوت تبع الاند، حلو كتير. طيب هلا في عندي هنا كمان عملية، ايش العملية تاعتها؟ بقول لي بدك تشبك لي اللي هي الاي مع السي في علاقة اور، هي السي شبكتها. طيب الاي هل اعمل كمان سويتش للاي؟ لا، بدي بنفس السويتش الموجود عندي تمام، هي السويتش الموجود عندي الاي، بعمل هنا على اي سلك، شايفين في عندي مربع بضغط عليه وبضلني اسحب بحطه وين؟ هنا. شايفين كيف انا بعمل ربط السويتش بين علاقتين؟ يعني هي السويتش هذا مشبوك مع العلاقة هاي ومع العلاقة هاي. وهلا الاوتبوت من الاور بشبكه مع مين؟ مع الانبوت مع الاند، والاوتبوت تبع الاند بشبكه مع الليد كده. يعني انا عملنا هاي الدائرة، يعني سهلة جدا ما في اي صعوبة. عرفنا كيف نحلها؟ بس باجي بعمل هنا بحل هاي وبحل هاي، الاوتبوت منه بحله مع مين؟ مع الاند تمام. طيب لو جينا نعمل هنا زي محاكاة له، نعمل هنا هاي بلاي ونيجي نقول له هاي مثلا انا عندي هنا ايش؟ الاور حكينا بما انه لو هذا ضويته الليد حيضوي تمام، مش الاي هذا مربوط مع الاور هذه ومع الاور هذه،
فراح يضوي، لانه هنا حيطلع واحد واحد حيضوي الليد. لكن لو انا خليت هذه ضاويه وهدول هذه مطفيه، يعني الاي مطفيه وهذه ضويتها راح يضوي، تمام. البي والسي ضويتهم راح يضوي، ضويت الاي لحالها راح يضوي. ليش؟ لانه علاقه اور بيناتهم، هذه اور وهذه اور، فالاور هنا بهذه تحققت والاي هنا تحققت، فهذه 1 1 1 1 1 اند 1 طلع لي ايش 1، تمام. طيب نيجي ناخذ معادله ثانيه ونشوف كيف انا بدي احلها. طيب نيجي ناخذ المعادله هاي، نعمل هاي هنا، هاي نطفي هاي ونعمل هنا كوبي، هاي نسخ، ونيجي ناخذ الاند ونكبر هذه هنا ونعمل اللصق ونحطه هنا، تمام. هلا ايش في عندي هنا؟ في عندي A مربوط A، طبعا هنا نط ال A مع معمولة بأند لل B، وفي عندي هنا بلس ال C ال D ال نط والكل نط. طيب نيجي نشوف كيف بدنا نحلها. اوكي، بس بقول له هي في عندي هنا ايش؟ في عندي A و B و C و D، هاي A و B و C و D، بنسخ هدول، هاي كوبي بيست، بنزل هنا وبعمل هنا ايش؟ هاي D، بعمل هنا هاي دي بالشكل هذا. طيب هلا يعني كم سويتش عندي؟ 4 سويتشات. باجي بقول له هات، خلص بنسخ من هنا، هاي سويتش واحد، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة. وش في عندي؟ في عندي علاقة أند وأند وأور، هاي باجي بقول له هاي أور، وهاي عندي هنا إيش؟ اند. خلينا حبة حبة وبعد كده ايش نبسطها ونشوف كيف حتطلع معي. طيب هلا ال A حطلع ايش؟ نوت. فايش بلزمني هنا؟ بدي اجيب هنا ايش اللي هي انفينتر، انفينتر انفيرتر انفيرتر، حتى انا كمان يعني صرت انساها. يعني هاي بليس، بحط انفيرتر لمين؟ لل A. ليش؟ لانه حطلع لي هنا ايش؟ A نوت. فباجي بقول له هي سلك من السويتش للنت، وباجي بحط النت مع مين؟ مع الاند. بمسك هنا الاند بشبكه هنا، وهي شبكة مين؟ النت مع الاند. طيب ايش في عندي؟ في عندي بي، تمام. البي حشبكه مع مين؟ مع الاند، لانه علاقة اند بين الاي نت والبي. باجي بقول له هي البي، اوكي هي ايش؟ هي نت، هي مع الاند، تمام. اوكي هلا ايش في عندي هنا؟ سي سي and D not، تمام. يعني في عندي D ايش فيها؟ فيها not. بمسك هاي كوبي بيست وبحطها هنا، بشبك بعمل هنا مع ال D، بشبكها مع ال not، وبعمل هنا كمان بجيب and، هاي and هنا، وبشبك هنا ال not مع ال and. حلو كتير. طيب عندي هنا ال C، هاي ال C شبكتها مع ال and، تمام. اجيت هدول كلهم، انا عملت مش عم طلعت هاي، انا خلص طلعت هادي، هذا حسبتها وهذا حسبتها. هلا ايش بعمل؟ بعمل الاور بين الاوتبوت تبع الاند هاي والاوتبوت تبع الاند هاي. طيب باجي بقول له اوكي هاي عندي الاور، بعملها بالشكل هذا، بعمل هنا بشبك الاوتبوت تبع الاند هاي والاوت على الاند هاي، وطبعا ايش بجيب؟ بجيب هنا ايش؟ الليد، هاي الليد هنا، طبعا بنعمل هنا هاي هنا اللوجيك ديسبلاي، طبعا انا بكتبها عشان تنسوهاش، بعمل بليس. طيب لكن ملاحظ انا ايش في؟ في عندي هنا نوت، قبل ما يعمل هنا يشبك مع الليد، في عندي هنا النوت، هاي شايفين هذه النوت؟ يعني هذه كلها منفية، تمام. في عندي حالتين او في عندي حلين، يا بجيب انفنتور، بجيب انفنتور وبشبكه هنا والاوتبوت تبعه، يعني هنا باجي هنا بشبكه هاي، بشبكه مع هاي، او بجيب ايش؟ نور. مش حكينا هي النور هي عكس الاور، يعني نفس الوظيفة، يعني بس هنا ايش حطيت؟ حطيت هنا ايش؟ كومبوننت زيادة. يعني الحلين واحد، يعني ممكن احله بالطريقة هاي، او ممكن اعمل كوبي بيست هاي هنا نسخت هادي، او ممكن ايش؟ اشيل هدول هيك، خلص شلنا هاي وشلنا الاور هاي، وبجيب ايش بدلها؟ نور. هاي عندي هنا ايش؟ نور. هاي بجيب هنا نور، بس ايش في عندي؟ كم انبوت؟ اثنين انبوت، هاي بليس بضيفه هنا، وبجيب هذه بعمله طبعا هاي ديليت ما بتلزمني، وبجيب الوايرد وبشبكه، تمام. طبعا الحلين واحد. طب تعال نيجي نشوف هل الحلين واحد ولا لا.
نيجي نعمل هنا محاكاة run. طبعا اعطينا نضوء. طيب ليش؟ لانه هذا هذا ايش؟ نفي صارت زيرو. يعني هنا ايش؟ لو جينا بس نحلها عشان توضح الامور عندكم. نيجي هلا هنا ايش؟ زيرو. ايش صارت عندي هنا؟ 1. هنا ايش في عندي؟ هنا زيرو. تمام. هنا عندي هنا ايش؟ هنا زيرو. هنا عندي هنا زيرو صارت 1. تمام. هلا 1 and 0 0. طيب 1 and 0 0 0 of 0 0 0 صارت not صارت 1. حلو كتير. طيب نيجي هنا، هنا ايش؟ 0 هنا صارت 1، هنا 0 هنا 0 هنا 0 وصارت 1. 0 and 1 0 1 and 0 0. تمام. هلا في علاقة نور. هلا في الاور 0 اند 0 اوف 0 0، لكن في النور 0 او نور 0 بكون 1. عرفنا كيف؟ كده يعني انا عملت الدائرة هاي، وطبعا كتير بسيطة جدا، لكن بس انت الك يعني كيف تفكر انك انت تقدر تحلها وتقدر تعملها. طبعا عرفنا كيف نعملها. اول شيء بجيب الاي، بشوف هل هي نوت، بشبكها مع نوت. خلصت منها بشبكها مع الاند. هلا باجي للسويتش الثاني هو بي. تمام. بشبكه فيش لا هو نط ولا حاجه، بشبكه مباشره على الاند. هلا في عندي هنا الاوت تبعها بشبكها مع الاور. هاي شبكتها مع مين؟ مع الاور. باجي في عندي سي. تمام. السي هلا هنا السي مع الدي. طبعا هو في السؤال لازم يحط لك هنا اقواس، يعني الاولويه هذا مع بعض تمام وهذا مع بعض بالشكل هذا. يعني انا اعمل لك هنا في اسئله الواجب اعمل لك اللي هو ايش؟ الاقواس هاي. تمام. يعني بس انت يعني تقدر تدرب عليها والامور حتكون كتير بسيطة وكتير سهلة عليك. طبعا عندكم هدول طبعا اسئلة واجب تحلوهم، وطبعا يعني تدريب لإلك، واحنا رح نحلهم في المحاضرات او المحاضرة القادمة ان شاء الله. ويعطيكم العافية.